كان في دايما كنت ألقي مقطوعة شعر كتبها الله يرحمه مصطفى لطفي المنطلوطي، بتعالج الموقف ما بين أسماء بنت أبي بكر وابنها عبد الله ابن الزبير لما الحجاج حاصر مكة ورماها بالمنجنيق وكان يدافع عنها عبد الله ابن الزبير، فجاء عبد الله إلى أمه يشكو لها أن الصحابة انفضوا عن حوله وأن لا سبيل إلا أن يسلم حتى لا يموت. فهذا المعنى صاغه المنطلوطي في أصيلة لطيفة يقول فيها: إن أسماء في الورى خير أنثى صنعت في الوداع خير صنيع. جاءها ابن الزبير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجيع، قال: يا أم قد عييت بأمري بين قتل مر وأسر فظيع، خانني الصحب والزمان فما لي صاحب غير السيف في المطبوع، وأرى نجمي الذي لاح قبلا غاب عني ولم يعد لطلوعي. فأجابت: والجفن قفر كأن لم يكن من قبل موطنا للدموع، لا تسلم إلا الحياة وإلا هيكلا شأنه وشأن تلك الجذوع. مت هماما كما حييت هماما وحي في ذكرك المجيد الرفيع، ليس بين الحياة والموت إلا كرة في صفوف تلك الجموع. ثم قامت تضمه لوداع هائل ليس بعده من رجوع، لمست درعه فقالت: لعهدي بك يا ابن الزبير غير جذوعي، إن بأس القضاء في الناس بأس لا يبالي ببأس تلك الدروع. فنضاها عنه وفر إلى الموت بدرع من الفخار منيع، وأتى أمه النعي فجادت بعد لأي بدمعها الممنوع. يا